النهارده هوريكم فيديو انا متحمسه ليه قوي. كان عندي اوضه في الشقه كانت مليانه كراكيب، لما جيت اتجوزت ما كانش معايا فلوس خلاص ان احنا نعمل فيها حاجه فسيبناها فاضيه، فطبعا العبد لله ساره مش هسيبها فاضيه ابدا، فاي حاجه بقى كنت برمي فيها كراكيب برمي فيها كراكيب لحد ما بقت مخزن كراكيب. المهم بقى ان انا حولتها من الصفر لحد الاوضه اللي انا كنت بحلم بيها. صورت كل حاجه انا بعملها فيديو فيديو فيديو، بمعنى اصح ان انا بقالي بصور في الفيديو ده فتره طويله قوي علشان تشوفوا الفرق. تمام، فيلا بينا نشوف الفرق. انا جيت يا جماعه. طيب يا جماعه انا هبدا ان انا انضف وحده المطبخ دي، طبعا شايفين كميه الزيوت اللي عليها قد ايه، ف هنضفها معاكم باللايت. طبعا هو مزيل دهون وانا جربته قبل كده فهو حلو جدا، وهبدا ان انا انضفها. طبعا ده باب الاوضه زي ما انتم شايفين ان هو مخلوع، طبعا هو بايظ، فانا عمري في حياتي ما بفكر ان انا اقفله وانا جوه الاوضه عشان انا هتحبس لو اتقفل، وهو لحد دلوقتي بايظ. بدات بقى ان انا انضف وحده المطبخ، طبعا هي مهمله جدا بقالها كتير فنويت ان انا انضفها. طبعا فكيت الصاموله علشان اشيل الايد عشان ادهنها، طبعا للاسف ما اتشالتش، عايزه حد بقى اطراد يشد وانا طبعا صحيت على قد فما قدرتش اشدها. بدات ان انا ارش لايت، طبعا المقطع بتاع رش اللايت مش موجود لان انا للاسف رشيت اللايت على عيني بدل ما ارش على المطبخ. مش عايزه اقول لكم عيني حصل فيها ايه، احمرت وقعدت تدمع وحطيت قطره ريفرش ومتقهر، بصوا اتبهدلت. بعد كده بقى رجعت بعد البهدله ان انا انضف المطبخ، لان طبعا قلت يعني لازم ما استسلمش من اول لحظه. بس بدات ان انا انضف وبصراحه هو حلو، فهاتي لايت ده مزيل الدهون حلو جدا. بدات ان انا ارش، فرشيت اللون الابيض على الرجول. طبعا انتوا هتقولوا ان انا رشيت 100 100 ومفيش اي حاجه، طبعا الموقف باين ان انا بهدلت الدنيا وبدات ان انا انضف من اول وجديد. يعني بصوا مش عايزه اقول لكم حصل ايه، يعني انا مش عايزه اقول لكم ايديا قعدت مسوده كام يوم. شايفين اصلا السلك عامل في ايدي ايه، بس ده كان الشكل النهائي وفرحت بيه جدا. طبعا المقدمه اللي شفتوها في اول الفيديو انا صورتها من الاوضه بعد ما اتعملت عشان كده كنت متحمسه وواثقه في نفسي. المهم انا عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات رايكم واقتراحاتكم، ولو حد عنده اي راي تاني يقوله، انا لسه برضو بظبط فيها حاجات. تمام،
فساعدوني في التعليقات وانا هرد عليكم كلكم. ويا رب يكون عجبك الفيديو ومفيش يعني مفيش مستحيل. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. ما تنسيش اللايك والاشتراك ودوسي علامة الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اللي انا بعملها، علشان لسه في قوة تانية هجددها. وادعولي ويلا باي باي.